السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالنور والسرور. في شباب وايد يرسلوا لي على الخاص ولا على الواتساب ويقول لك عثمان في سيارتي فيها دخان، يا ترى اخوان هذا الدخان يا ترى رطوبة بس ما يخوفك، موجود في كل السيارات، بس السيارات اللي ما عليها دبة تلوث يكون فيها بكمية أكثر، ينجمع ماي في الدبة في الوقت البارد، ينجمع في ماي في الدبة ويوم تشغل السيارة يستوي حار ويتبخر ويطلع كده. هذا ما عنده علاقة لا ببترول ولا بزيت الماكينة، هذا دخان رطوبة يتبخر، ما يتبخر ويصير كذا، حتى إذا تقرب له ما فيه يعني ريحته عادية. البترول يا ترى يكون ريحته قوية ويكون أسود، وبالنسبة للزيت يعني إذا كان دخان زيت يكون أبيض يعني واضح البيوضة، يكون واضح بيض واضح ما يختفي بهاي السرعة مو كذا، ويكون فيه ريحة زيت أو شيء يحترق تشم ريحة حرق. اي نعم، لأنه وايد صراحة يرسلوا لي يقول لي الموضوع، يرسلوا لي فيديوهات يسألوني، هذا ترى طبيعي في كل السيارات، بس مثل ما قلت السيارات المزودة يكون فيها بأكثر لأنه ما على دبة تلوث، ومع الضغط البريشر يطلع كمية الهواء أكثر، أو عفوا كمية الدخان الرطوبة، شايفة كيف يطلع ويختفي مع الهواء وبس.